راحيل فرانكل والدة أحد المستوطنين الثلاثة الذين وجدوا مقتولين بمدينة الخليل شمال الضفة الغربية في 30 حزيران الماضي، قالت إنه يجب القصاص من قتلة ابنها وقاتلة الفتى الفلسطيني محمد أبو خضير. قتلت أبنائنا بغض النظر عمن أرسلهم ومن ساعدهم ومن حرض على القتل، سيتم تقديمهم للعدالة، هم ولا أحد غيرهم. لا يجب أن تعيش أم أو أب بما نعيشه الآن، ونحن نشارك والدي محمد أبو خضير الألم. والدا الشهيد محمد أبو خضير وابن عمه طارق الذي ضرب بشكل مبرح على يد الشرطة الإسرائيلية التقوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله الاثنين. عباس قال للعائلة إنه سيوقع على اتفاقات دولية لحماية الشعب الفلسطيني. حديثه جاء بعد غضب الشارع الفلسطيني من تقاعس وصمت القيادة على جرائم واحتلال المستوطنين. وقد اعترف 3 من 6 مستوطنين قتلوا الفتى أبو خضير بفعلتهم. وفي قطاع غزة شيع الاثنين عدد من مقاتلي عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، والذين قضوا بصواريخ المقاتلات الإسرائيلية في غاراتها على قطاع غزة